إذن بعد الاستماع إلى صدى قثرية تعديت على جنينة دارك نلقى وردك يتبسم ليا. هذه من كلمات صدى قثرية وتلحين صدى قثرية. شفتك الكلمات محلاهم معزهم وكالتلحين الباهي لسي صدى قثرية. إذن بعد الاستماع هذه الأغنية نعود إلى الحوار مع ضيف نذكر به سادة المستمعين أوفياء زهرة الحياة جوهر الشفرة، وهو إذن ممرض عام وهو ناظر بقسم الطب بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. إذن سي جوهر دخلت أنت بطبيعة الحال الحياة العملية إلى مستشفى المحلي ببوحجلة، هكا ولا؟ هيا سي زبير، وقع الركريتمون في من الإدارة الجهوية المستشفى المحلي ببوحجلة. المستشفى بالذات ما هوش مستوصف، نوا باي المستشفى المحلي كانت هذايا 1990 فيه قسم داخلي اللي هو سيرفيس انترن، وفيه ماترنيتي لازمك تخدم كل شيء بالطبع، وفيه قسم استعجالي هذوما اللي فيه يرقد بعض المرضى. هذه في التسعينيات هذا في التسعينيات ايوا المرضى نقولوا نحن الحاجه بسيطه ايريزيبال معناتها حمره في الساق دياري بسيط ديزدراتاسيون معناها حويجات بسيطة يراقد خاطر ما عندهمش إمكانيات كبيرة برشا، وخاصة عندهم في الأوقات هذيك اللي هي اندثرت الحكاية كانت وقتها مش نتحلو شوية في الحديث متاع الاشكال موجود معناها اشكال تتقاسي. كان أهم شيء بالنسبة للمهمة هي التلقيح المستوصفات وكل يعملوا برشا تلقيح في غادي مناطق ريفية وفما مناطق معناتها بريسك منعزلة، أما ثم آفات معناتها طبيعية نذكر منها هي حشاكم الآفات اللدغ بالعقرب لدغ العقرب خاصة في فصل الصيف تو ما عادتش أي في فصل تو ما عادتش خاطر التنوير الكهربائي كان عنده قيمة كبيرة برشا بالضوء في الديار يراو قبل علاش يتلسعوا خطر ما يراوش يبدأوا في الظلام كانت نقص كبير ياسر معناها في كما يقولوا نحن البنية التحتية في الإنارة خاصة في الإنارة خاصة في الإنارة هو مش فاهمين العباد مش كيستيوم تعرف هي الإنارة بخلاف البناء يولي يراها يقتلها يفيق بها أما في الظلام يعفس عليها مسكين صغير خاصة صغار بالكل نثبت أنا فهمتي ولا معناتها العشرات نوصلوا في ليلة منهم ليلة معناها خاصة كي تبدأ الدنيا سخونة برشا نوصلوا في ليلة تسجيل 24 حالة لدغ وفيهم حالات خطيرة فيهم اللي يمنع وفيهم اللي يتوفى مش مثلا متاع لعب تداويهم غاد ثم يعطيك الصح هي المداوات الإسعافات تقع هما التنقل إذا يبطى في الجبان متاعه مثلا خاصة الصغيرة واللي يخوف الصغير فيه سيأثر فيه تلقاه رضيع عمره 3 شهور 4 شهور مسكين وملدوغ إذا يجيبوا مسكين على بهيم ولا يجيبوا على حاجة يخلط في حالة معناتها كل شيء نوليو نوجهوا للقروال لهنا البيدياتري وقتها موجود نثبتوا سير خرات الله يذكره بالخير سير حبيب ربي فضله فهمني أستاذ ذاك الحقيقة عنده وقتها بادرة تكنيك كنديان دخلت لتونس أول ما دخلت عنده تكنيك كنديان هذه متاع تصفية اللي منع بها برشا مرضى صغيرات سي الحبيب الحقيقة خدم معناتها خدمة كبيرة برشا إيوا بخلاف الإدارة خدم معناتها سيرفيس حاجة ممتازة ياسر في العهد متاعو نهيك أن عدة ولايات تجيب المرضى متاعهم القيروان أحسن سيرفيس وقتها كان البيدياتري في عاوج بدناه معناتها للذكر معناتها الحقيقة ما هو الشيء بالشيء يذكر شيء نعم. بالشيء قلنا حالة اللدغة هذه موجودة برشا إيوة. اللي معناتها فهمتني ولا لا تستوجب تعب برشا كبير برشا خاصة في الاستعجال حالات الولادات وتجي ولادات مستعصية واش تعرف غادي فهمتني ولا تلقاهم ضعاف ياسر فقر في الدم عندهم وكل شيء وتلقاهم تجيب 6 و7 و8 فهمتني ولا لا وتكون حالات مستعصية زادا يتعبوا نوليو نوجهوهم فهمتني ولا البرمي بوزيسيون برمي ليني القيروان والحقيقة برشا ما ماشي وجاي بخلاف هذا ثم الحوادث إيوا الزاكسيدون حوادث الطرقات مورتيل وقتها محلولة ليبيا
وهي منطقة عبور من غادي والكياسك ما كانش كي توا، كياس كان صغير بالكل وفيه دي فيراج وحالته معناها رثة الحقيقة السرعة خاصة ومع السرعة متاع السيارات متاعهم يعملوا معناها حوادث قاتلة قصينا منها برشا. ومنهم مرة معناتها وقع حادث كبير برشا في التسعينات تقريبا عام 93-94 اللي هي معناتها فهمتي ولا حافلة كاملة ولا حول أخوة حافلة فهمتي ولا لا فيها برشا معناتها وقع تدخل حتى من الولاية ومن بعض ال معناها كوارث الحقيقة برشا. قعدت في بوحاج ثمانية سنوات تصور انت نافيت اما تعمل نافيت كل يوم تعمل نافيت كل يوم ايوه خدمت سنوات الحقيقة بالليل السنوات تيلانين بالليل معناها ليلة غير بليلة اما معظم العمل معناتها يومين نتنقل قوم بكري نمشي ونروح في الوقت زاد ماضي ساعة نخلت ماضي ساعتين ساعتين ونص للدار فهمتني ولا لا به دوك سي جوهر أيوة. في الفترة خدمت فيها كانوا فما أطباء أخصائيين موجودين ولا لا هاتوا نذكر لك هما الأطباء مثل أخصائيين مثل مش اختصاص كان حقيقة كل طب عام من بين الأطباء اللي خدموا غادي وعاني وزادة اللي هو سي محمد عطلة يذكره بالخير توها موجود سي محمد عطلة خدم غادي في بوحاجة طبيب القلب توها أيوة. هو طبيب لا سي محمد عطلة طبيب سكري تو سكري عفوا سكري طبيب سكري سكري سي شكري الطرفاوي تو يخدم في المستوصفات زاده يخدم برشا غاديكا سي كمال العامري يخدم برشا غادي زاده فهمتني ولا لا هذوما بالنسبه للاطباء اللي نثبت عليهم وبرشا من ولايه اخرى من صفاقس من خاصه من الساحل فما الدونتير ثم الطب نتاع الدونتير به ثم إطارات شبه طبية من القيروان يعني من ثم برشة من القيروان يخدموا ويحاولوا خدموا معك إيه خدموا لا خدموا برشة توا في بوحاجلة مثلا اللي نثبت عليهم معناها توا خدم صاحبي مثلا صاحبي العزعوزي لا إله الله محمد رسول الله فتحي السالمي برشة خدموا المدة الأطول اللي كانت عندك أنت كانت عندي برشة مدة أطول هم خدموا 3 سنوات 4 سنوات كونش صاحبي قاعد برشا أما بقيتها الكل صاحبي وقتها بيحبش ينقل أما الأخرين الكل هم 3-4 سنوات ينقلوا بيه سي جوهر المدامة كانت معاك ولا كانت في قروان ولا بسلت هو المدامة وقتها تخدم ركريتمو عام 91 في بوحاجة أيوة تعرفنا من غادي الحقيقة أيوة عائلة طيبة ياسر والكل تعرفنا من غادي فهمتني وتخدم في بوحاجة خدمت في بوحاجة خدمة غادي وبعد وقعت النقلة متاعها كيفية قبلك انت ولا بعدك انت لا جات بعدي هي قعدت مدة بعد مخرجت قعدت مدة اي ايوه قعدت مدة وبعد نقلت قعدت تعمل في النافيت كيف كنت يا اي وفما ناس ما تنجمش ما تذكرهمش في لي باراميديكال كيما السيرفيون هذا فهمتني ولا جمع الحمزاوي الحقيقة ايوه سي جمع انسان طيب ياسر وخلوق ربي فضله فهمتني ولا لا كما ما نجمش تو نذكرهم برشا هما الحقيقه كل وجلين بيهم فهمتني سي محمد الحمداوي فارماسي فما في الراديو فما في كل ما يحبونا الحقيقه وخلينا انطباعات طيبه ياسر الى حد الساعه اي نعم يعني حتى كيف نتقابلوا في بلاصه ولا حاجه كل شيء بتسمع كان معناها الكلمه الطيبه اللي تقع وذاك هو العلاقات وانا دايم ربي معناتها تعدات سنوات وخلينا كان الاثر الطيب به سي جوهر أيوة. اذا 8 سنوات هي تنجم تقول المحطة الأولى معناها الشغل نتاعك أيوة. تبعت الحال المستشفى المحلي وهذا اكتسبت بها الخبرة صحيح. والتجربة خاطر الإنسان مازال ما عندوش خبرة اي نعم شنو اللي يكسب الخبرة هو الخدمة في الاستعجالي مثلا اي نعم خدمة الاستعجالي تعلمك الرابيديتي نقولوا احنا رابيديتي وتبدا خاصة فوزيت اون كونتاكت افيك لي مالاد اون كونتاكت ديريكت وهو من أصعب الحاجات هي الكونتاكت خاطر هذه تو في العلم الحديث ثم بريباراسيون بسيكولوجيك سي سا كيفاش تتعامل مع البشر خاطر يجيك في حالة معينة هو ما هوش في حالته الطبيعية عنده قريب وإلا أبوه وإلا أم وإلا ولده في حالة غير طبيعية كيف فيش يجيك مش يجيك يضحك مش يجيك متغشش مش يجيك كذا هذه تكسبها بالخبرة اي نعم وتتعامل مع العباد هي خبرة وأخلاق أول حاجة ساعة كتكون الأخلاق متاعك طيبة والكل نجم تتماشى مع الظروف هذه مع الحب مع العمل بتاعك الحقيقة وسع البال هذوم هم اللي يعاونوك به تعرف كيفاش تاخذ المواطن من الاول حتى نعم. كانوا هيج تحاول تهديه وكذا وبشوي بشوي ولا بس
سي جوهر اذا عودتك الى القيروان، هي انت في القيروان خبي، ما ان معتمديه القيروان هي في القيروان، اذا عودك القيروان وين مستشفى ابن جزار؟ رجعت طول ابن جزار او مشيت مستشفى اخر او حاجه قبل هذه؟ بالله قبل النقله باش نذكر لك حاجه على ابو حجله. ايوا ثم عام العوام تقريبا عام عامتها امطار غزيره جدا تسعينات ما نعرفش عام 94 كيكة تقريبا بين 94 و 95 ولا وإلا قبل شوية ما ثبتش الحادثة حصيله، وقعت نوع من العاصفة. أنا جاي في اللواج أنا وزميلي في شطر ثنية قد هي قديش 35 كيلومتر 35 كيلومتر نعم. على بعد تقريبا بعد ما فوتنا زعفرانة، بعد ما فوتنا زعفرانة وقريب نخلط بوحجلة على بعد 15 كيلومتر تقريبا. اه ثم جايين بوحجنه رايحين قروان، جايين البوحجنه في الليل نخل. في الليل ايوه جايين في سياره اجره ومعانا عباد، هذيك التو ما ننساه. وقعت نوع من العاصفه، رياح شديده جدا وامطار عمري ما ريتها الحقيقه، وعاصفه قويه 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 من الطاف الله. الواجه جاء تحت الهندي كتابي هذيك نتاع الهندي وتكا ايوه ديما تقريبا يجي 8 دقائق الحكايه، تحس كانوا طوفان جاي من جنب نتاع الكياس. بعد ركحت سيول جارفه، سيول جارفه وقت اللي ركحت الدنيا نلقاو الكراهب اللي بجنبنا الكل، خاطر الهندي هو اللي حمال السياره. اي نعم تقى وحده حذاها السيارات اللي ورانا الكل بالارهم كل تكسر، نقلوا حتى تنقلوا حتى من السياره نتاعهم اللي ملوحه معناتها في في مقلوب. في ثانيه في ثانيه واللي مقلوب مقلوب. تصور انت اشجار من الستينات اللي هما اشجار نتاع كالاتوس كبار ياسر مقلعين من عروق، شجرة متكي على اليمين تمشي 10-15 متر من قوة الرياح، تمشي 10-15 متر وتسجر على اليمين تسجر على اليسار، الكياس تسكر. اش باش نعملوا في الحالة ذي؟ البحر امامكم والعدو وراءكم تسمح بها ذي. وصلنا على سقينة حالتها حال خريف معناتها شتاء، اول شتاء خريف نوفمبر مواد نوفمبر اول نوفمبر تقريبا. نواصلوا على السقينه باش نكملوا خاطر المسافه تقريبا 15 كيلومتر. وين نوصلوا غادي نلقاو العباد تستنى فينا لبرا يحسبونا درس صارنا خاطر ما جيناش، المفروض نكونوا غادي سبعة خلطنا العشرة وربع نتاع الليل. وتصور ما كانش بورتابلوات، كان الفيكس. نولي وطمنا خاطر سمعت العباد وكل طالع طمنا مالينا بالتليفون فيكس وقتها كل شيء. والحقيقه هما وقفوا معنا قعدوا يستناو فينا كل البيرسونيل اللي كان يخدم العشيه واللي حتى في داره خاطر قريبه المسافه. جينا الحقيقه هذه نادره من النوادر معناتها، مش نادره الفو كونتي لو ريسك معناتها ما ريسك كبير ياسر فك التنقلات. اي هذه تدخل في طار العمل، طار الانسان مش يمشي يخدم على طرد الامطار والعواصف هذه. العواصف هذه سيلو ريسك، وحب الاصرار وحب العمل هذه هو كل بسطوس وحاجه. اي كل ديبلاسمون فيه ريسك. سي جوهر انا نحب تو نتحدثوا على أيوة. قسم الطب بمستشفى الجزائر اللي هو نحن نقولوا قبل القسم الدهيسي. اي وبرمي بارتي بتاع فوقانيه كان سي محمد الورتاني ربي يطول في عمره. هي. قسم امراض السكري. انت وقتها انشغلت او دخلت تخدم في هذا القسم هاك ولا اي ايوا حكينا عليه باختصار بالله. به بعد بوحاجله عام 97 ايوا عام 97 وقعت النقله نتاعي مباشره لمستشفى بلو الجزار لقسم الطب اللي هو كان قسم الطب العام تسمية القديمة قسم الطب العام اللي هو وقتها السي محمد الورتاني ربي يطول في عمره ربي يفضله هو كان شيف سيرفيس. السي محمد الورتاني، السي محمد الورتاني باش نعطيه عليه كلمة ما نجموش بصراحة في حصة كيما هكا، هو يزمو حصة وحده ماشي مرور الكرام يزمو مرور الكرام لا خاطر شوف ثم حاجات ما تنجمش تغافل عنها صحيح وهي حقائق حقائق ما تنجمش تغافل عنها. ايوا السيدة ذا الحقيقة أب روحي معناتها وتخدم معاه اللي ما يعرفوش يقول إنسان صعيب وش بيه هكا وش بيه، أما أنت مش تخدم معاه 25 عام تفهم وش نوى السيدة ذاك. هذا سيدي تعلمنا عليه، تعلمنا عليه كإطار شبه طبي أولا، والأطباء يشهدوا بذلك حتى يخدموا معاه الكل من له تلقاه ما يرومش ما يفهمش، إنسان منظم ياسر أكاديمي بأتم معنى الكلمة، ما يحبش مطلب
فيه تبلفيت ولا ما تلف هذا، يلزم كل شيء كوريكت كوريكت ويديا. انا واحد من الناس خدمت معاه لمدة 25 عام، اقل شويه خاطر هو خرج روتيت فوق ال 20 عام نقولوا نحن، خدمت معاه مينيموم 20 عام. تتعلم عنده نظام الخدمة، يعرف كيفاش يسير السيرفيس، يعرف كيفاش يتعامل مع الباراميديكال، وما ثماشك القوة معناتها، يعرف كيفاش يتعامل معاه بطريقة اللي يقنعه ويمشي معاه معناتها في الواحد، ويطلع هو ديما صحيح. الأطباء اللي خدموا معاه الكل حقيقة كيف كيف زادة، وما يقعلوش مشاكل خاطر يعرف يسير. خدموا معاه الحقيقة هو عندك، هو والدكتور سلاح الكيفي زادة مذكروه، خدم معناتها بالقديم قديم في السيرفيس هذاك، الدكتور برهان العلويني، هذوما ناس معناتها تو ثلاثة طبة يسيروا في السيرفيس متاع 42 و 43 مريض، ما هوش يسهل بإمكانيات محدودة، وفي ثم نتائج معناتها نتائج كبيرة برش حصيروا. أنا استفدت بدرجة رهيبة جدا حقيقة من إذن تقريبا سي جوهر داي. تقريبا 26 سنة هكا ولا في المستشفى بالجزائر، إضافة ل 8 سنوات 25 عندك 33 سنة 33 سنة توتالي. النظر هذه الخطة الجديدة اعطوها لك من عام 2015 اعتقد تقريبا اي 2015. احكي لك كيفاش جاتك الترقية هذه او التسمية هذه. التسمية هذه يزمنا توا نشوفوا التسمية جات معناتها مشي أنا طالب الحقيقة، أنا ما طلبتش، إصرار من المدير أنا ذاك مدير المستشفى، من المدير ومن القسم هما اللي رشحوني باش نشد، فهمتني ولا؟ كان فيه السي حفيظ الدريدي يذكره بالخير، وبعده هو السي شكري القعلول، ثم وقع الاقتراح متاعي أنا من بين الناس الكل. أنا الحقيقة قلت المسؤوليات وكل أني نخدم على روحي معناتها واحد وكل شيء، لا قال لك يزم تكون أنت الإفادة تكون منك أنت وتكون أنت أنا وعمل خبرة بتعب وعمل خبرة ولا وما فهمتي ولا رشحوني باش كنت المسؤولية ذي اللي تعطى ما تكتسبش كيك. الحقيقة خدمت مع ناس اللي ما نجمش ما نذكرهمش، كما صالح الربعي ممرض بأتم معنى الكلمة لآخر وقت، هذو ما نستخدم مش هو مازالوا روتريت عامين ولا عام، لآخر وقت لآخر لحظة مازالوا شهر باش يخرج، فهمتني ولا؟ عنده كونجي وساعات يسلموا حتى في الكونجيات نتاعهم يخدموا لآخر وقت. خميس الترودي كيف كيف، محمد السبري كيف كيف، المنصف رمضاني لآخر نهار يخدم سيدة ذا ساعة ساعة سي المنصف رمضاني أي. اللي جينا معه حصة والله أي قالوا حصة، ما إنسان معناتها يحب العمل نتاعو بصفة غريبة، الراجل معناتها روتريت وساعات يجي ويطل ويعاون ويعمل، فهمتي ولا؟ شيء غريب. ذكرنا زاد السي حفيظ الدريدي قاعنا الاستفادة نتاعو والخبرة نتاعو كناظر، شكري قالوا كيف كيف، أما هنا نحلو قوس بيه قبل القوس نحلو قوس، فهمتي ولا؟ شنو اللي استفدنا منه بالسيرفيس وشنو اللي فدنا به؟ ديما نرجعوا الكلمة الأولى والأخيرة، ديما كي يبدأ شاف سيرفيس قوي ويحب السيرفيس نتاعو ويحب يكون، ديما تلقاه واقف وديما في التحسن، أومني بريزون يزم يكون ديما حاضر. سي محمد الورتاني كانت ما يسمى الأيام الطبية ابن الجزار، الأيام الطبية هذي كانت تاقة كلها تثبت على أنت سي زبير وديما في الصحافة. هذه الايام الطبيه فيها افاده كبيره، ما نعرفش توا انت تقصت ومش ترجع، لا مش ترجع وما زالت موجوده، ما زالت موجوده ان شاء الله مش ترجع. هذه تستفاد منها علمي واخلاقيا وعلاقات والخبره، معناتها حاجه ممتازه ياسر للبلاد وتنشيط البلاد. اي نعم. هذه خدمت هي قداش من جورني، انا ساهمت على الاقل على الاقل على الاقل في 8-9 جورني ابن الجزار كعضو معه نخدم معهم، فهمتي الأيامات تبدأ من نهار الجمعة حتى نهار الحد تكمل. استفدنا الحقيقة علميا، ما مش يمشي إنسان باش يخدم
اما يحضر فك لي كونفيرونس يشوف الطب باش يقولوا يتعلم حاجات جديده ديما يتبع ديما اجور يعرف البروفيسور هذاك وين يخدم شنو الاختصاص نتاعو. ثم ناس نعم ثم ناس تجي باش تتعلم يمشي يحضر مش باش يجي فطور ولا يجي كذا لا هذوما لي بوز كافيه وكل حاجات عاديه اما لازم تحضر المؤتمر الطبي هذا وتشوف الطب ناهيك انه يجي وقتها استدعاء الطب من الخارج من فرنسا خاصه يجيوا على الاقل زوج ثلاثه طب دي جوري على مستوى عالي. سي جوهر ما شاء الله مسيره موفقه وانت ما زلت تباشر في العمل نتاعك ربي يطول في عمرك عايش. ونحن سعداء جدا باستضافتك وخاصة عن المجالات خاصة ابن الجزار وأيضا أنك عضو أيضا عاش في تقريبا نجم الطب في مع دار المسنين أعتقد لا 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 في هو قبل من نكمل وذي نكمل لك المشاركات نتاع الناس نرجع للموضوع نتاع ابن الجزار خاطر راهو حدث كبير ياسر يا راهو تاع خمس دقائق نذكر هنا عندك سي رشاد رقرة اي رشاد نقرة خدم ياسر سي رشيد عطلة سي محمد الورتاني سي برهان العلوين وسي محمد ليوان هذوما كل خدموا جورني معناتها بكسب كبير ياسر كسبنا عليهم الخبرة انا ذاك وتشوف جميع الاختصاصات كانت موجودة نعم وصلنا وقت معين في التسعينات عندنا الاختصاصات الموجودة في السيرفيس امراض الدم الطب الباطني الغدد ثلاثة طبة الطب الباطني زوز طبة أمراض الجلدية طبيبة الأمراض الجرثومية اثنين معناتها حاجات قوية برشا معناها. شكرا لك على هذه الإضافات والحديث معك شيق ورائق نضيق الوقت, الوقت شكرا لك على حسن قبولك هذه الدعوة كما أشكر أيضا زميلي أيمن ليق على مستوى الإخراج التقني وأيضا الرقمي وشكرا خاص أيضا للدكتور محمد ليوان اللي هو قاعد يساعد هنا في كل حصة باش نعطيه إثراء الحصة متاعنا بوجود وجوه طيبة من الإطارات الطبية وشبه الطبية. لكن قبل ما نختمه سي جوهر فما اختيار فني أخير أعتقد أنك محمد عبد الوهاب ولا من عاشت أيمن ليقة يحضرنا الغناء هك ولا عندما يأتي المساء هك ولا قلت عليها ولا سي جوهر يأتي المساء. إذن عندما يأتي المساء محمد عبد الوهاب هكذا سيداتي وساتي تنتهي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لمسة وفاء وهو الزبير العيار يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.